لعيبه. يعني الآن ونحن في موسم نضج البصل نتحدث من حقل إنتاج البصل. المزارع حرص على منع الري قبل تقليع البصل بأسبوعين على الأقل، ويتم تقليع البصل كما نشاهد، يتم تقليع البصل باليد. يتم تقليع البصل باليد هكذا. يتم تقليع البصل باليد هكذا، والبصل بسم الله ما شاء الله. يتم تقليع البصل باليد هكذا، هو سهل التقليع. فيتم تقليع البصل باليد. كل سنة وانتم طيبين. هذه عملية تقليع البصل، ويعتبر البصل ناضجا عند رقاد 50% من العرش. وأثناء التقليع يقوم المزارع باستبعاد الأبصال المزدوجة، وهو الآن يقوم بعملية تصميت البصل. التصميت هو وضع البصل بهذا الوضع. هذه عملية تصميت البصل حيث تراس الأبصال ويكون العرش الأعلى حتى يتم جفاف الأعناق ولا تتعفن. ايوه هذه عملية تصميت البصل. الله ينور عليك. لا هذا كل تكبر لطا ولا هاي لهو لهو من اللي عاملين مخاطرات في وسط الربط دي. عرف هذه عملية تقليع البصل. وهنا المزارع بعد حصاد البصل يتم نقله كما نشاهد. هذه مرحلة نقل. الله يقويكم، ربنا يقويكم. جبت لك وراه. ها؟ جبت لك وراه.